بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم، معكم المهندس حازم عبد الله، عقارك هنا للتسويق العقاري والتشطيبات. ياريت اللي لسه مشتركش يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلك كل يوم جديد، وتقديرا للمجهود اللي احنا بنبذله تعمل لنا لايك. يلا نبدأ فيديو النهاردة. ده كده يا جماعة شكل العمارة من برة. العمارة 10 أدوار، شقة النهاردة في الدور الخامس، خامس بلكونة بعد الأرضي، وفي عندنا طبعا أسانسير. ده كده شكل الشارع اهو اللي بيبص عليه الشقة بتاعتنا. الشارع عرضه 10 متر، متفرع من شارع 30 متر. نبدأ كده نخش على المدخل. ده مدخل العمارة اهو، وده شكل الأسانسير بتاعه. شقة في الدور الخامس. شقة النهاردة مساحتها 135 متر تحت العجز والزيادة، يعني بالسلم والمناور. أول حاجة بيجيلنا هنا على اليمين عداد كهرباء جديد كارت. نبدأ نخش الشقة. الشقة للبيع بالعفش. العفش ده يا جماعة جديد، لسه محدش حتى استخدمه، والناس بيبيعوا لظروف خاصة بيهم. ده كده شكل الريسبشن اهو، ريسبشن مستويين، شقة 3 غرف وريسبشن ومطبخ واتنين حمام، بس في غرفة مفتوحة هوريها لحضراتكم دلوقتي. ده هنا كده الحمام الاولاني اللي هو بتاع الضيوف. ده كده اول حمام، مناسبة برضو الشقة فيها غاز طبيعي. الحتة دي يا جماعة دي اللي كانت غرفة تالتة، المفروض ان دي كانت غرفة تالتة، وموجودة في كل العمارة غرفة تالتة، بس اصحابها فتحوها مع الريسبشن عشان مش محتاجين غرفة تالتة. ده كده شكل الريسبشن اهو. مش هذكر حضراتكم، ياريت اللي لسه مشتركش يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلك كل يوم جديد، وتقديرا للمجهود اللي احنا بنبذله تعمل لنا لايك. نبدأ نخش كده على طرقة التوزيع اللي بتودينا على الغرف والمطبخ والحمام التاني، طالعة بمستوى تاني. اول حاجة بيجيلنا ده المطبخ اهو، مطبخ ما شاء الله مساحته حلوة جدا. ده كده شكل المطبخ. الاجهزة اللي فيه دي برضو البوتجاز والتلاجة لسه جداد، محدش استخدمهم. وده شكل الغاز اهو، بالمناسبة برضو الغاز ده بالكارت. ده شكل المطبخ لسه جديد محدش استخدمه. ودي التلاجة اهي، تلاجة يونيون اير ما استخدمتش، لسه جديدة بالسلوفانة بتاعتها زي ما بيقولوا. كل الحاجة اللي في الشقة دي ما استخدمتش اصلا. ودي فتحة للسيرفيس او للخدمة من المطبخ، بشباك بتفتح وتتقفل يعني. وده البوتاجاز اهو برضو لسه جديد، حتى عليه السلوفانة بتاعته ما اتشالتش حتى. نخش نشوف باقي الشقة. هنا كده غرفتين والحمام الكبير. دي اول غرفة اهي، الغرفة دي ببلكونة على المنور، بلكونة كبيرة للنشر وكده، مساحتها حلوة ما شاء الله يعني. الغرفة دي فيها سريرين جداد برضو ما استخدموش. دي كده الغرفة التانية اهي، فيها غرفة نوم وفيها مكيف، بتبص برضو على نفس المنور اللي بتبص عليه الغرفة اللي كانت قبل كده. في تسريحة وفي كومودينو وفي سرير ودولاب، لسه بالاكياس بتاعتهم، حتى المخدات الاكياس بتاعتها ما اتشالتش من عليها، محدش قاعد عليها اصلا. بعد كده بيجيلنا الحمام الكبير. ده شكل الحمام الكبير اهو، حمام مساحته حلوة جدا ما شاء الله، وفي بانيو مرتاح، وبرضو في غسالة فول اوتوماتيك 14 كيلو. ده سخان الغاز اهو، الغاز واصل في المطبخ وفي الحمام. الشقة بناء قبل 2008، يعني مفيش عليها مصالحة ولا عليها اي حاجة. ودي الغسالة اهي،
14 كيلو. لسه برضو بالسلوفانة بتاعتها ما اشتغلتش خالص اصلا، بس زي ما قلت لحضراتكم الناس بيبيعوا لظروف خاصة بيهم. عنوان الشقة فيصل الطلبية جانبي من ميدان الساعة، مطلوب فيها 550,000 بالعفش والاجهزة وكل اللي فيها ده. اتمنى فيديو النهاردة يكون عجب حضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.